يقول في الحديث القدسي الجليل: لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم فيهم حيران. فبي يغترون ام علي يستمعون. يا رب تملك الناس الهوى والغرور وفتنة الغيب وسكن القصور، ولو تزال الحجب بانت لهم خدائر الدنيا وعقب الامور. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله اقام قواعد الدين على ثلاثة مبادئ، فقال المبعوث رحمة للعالمين: رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذرة سلامه الجهاد. سيدي ابا القاسم يا رسول الله بليت لهم من الاخلاق ركنا، فخانوا الركن فانهدمت صعوبة، ولو حفظوا سبيلك كان نورا، وكان من النحوس لهم حجابا. صلى عليك الله واعلم الهدى. ما ابت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، لاول مرة اصعد درج المنبر وكأني احمل على عاتقي جبلا اشد من جبل احد. صدقوني يا اخوة، وانا اصعد درج المنبر اليوم لألقي على اسماع سيادتكم خطبة الجمعة، اشعر كأني احمل جبلا واريد باي وسيلة ان اخلص ذمتي وضميري امام الله وامام الله وحده. وما عودت نفسي من يوم تحملت الرسالة ان اخاف غير الله. بعد صلاة العشاء من يوم الثلاثاء الماضي دخل علي شاب في هذا المسجد وهمس في اذني بهذا السؤال: لقد امنت بان الله موجود، فهل هناك داع الى الصلاة والصيام والحج؟ والتفت اليه لان هذا السؤال من نوع جديد، ما سر هذا السؤال؟ فقال لي: خذ هذه الجريدة واقرأها، فقد كتب فيها استاذ في احدى كليات الجامعة جامعة القاهرة العامرة، كتب فيها كلاما غريبا ومكتفا ومحزنا ومخزيا. وقرأت المقال مرة ومرة، واحدت بعد ذلك اسبح بين سطوره لاستخرج من بينها السموم الناقعة. نشر هذا المقال جريدة صوت الجامعة، عنوان المقال: انا لا اصلي ولا اصوم ولكني مؤمن. وبعد ذلك قال الاستاذ الجليل: كل ما اعتاده الناس فهو صحيح وحلال. ثم قال الاستاذ:
ان عمري يزيد على 60 سنة، ما صليت الا 30 يوما، وما صمت الا 27 يوما في حياتي. ثم قال الاستاذ: لا داعي الى الصلاة والصيام والحج، انها امور شكلية لا فائدة منها. ثم قال سيادة الاستاذ: يكفي ان يكون الانسان مؤمنا بوجود الله، لان الله يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولان النبي يقول ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. انني انادي على القائمين على التربية في هذا البلد: لماذا لا تقولون لمثل هذا الاستاذ ان هذا الكلام عيب وخطأ، واذا تكلم امثالي وجه اللوم والتأليب لهم؟ هل صار الدين مأساة ومهزلة الى هذه الدرجة؟ امن العدل انهم يردون الماء فسوا وان يكبر وردي؟ امن الحق انهم يفرقون العتب منهم وان تقيد اسدي؟ قال الاستاذ: انا لا اصلي ولا اصوم. لماذا؟ قال: لان الايمان محله القلب، فمتى امنت بوجود الله فلا داعي لهذه الشكليات. ثم بعد ذلك بين لنا مصدرا للتشريع اخترعه من هوى نفسه المريضة، اخترعه من قلبه العليم، فقال: كل ما اعتاده الناس فهو صحيح وحلال. ثم اراد ان يشرح لنا هذا المصدر التشريعي. لم يرضى بكتاب الله مصدرا، ولم يرضى بسنة رسول الله مصدرا، ولم يرضى بالاجماع مصدرا، ولم يرضى بالقياس مصدرا، انما قال: كل ما تعارف عليه الناس واعتاده الناس فهو صحيح وحلال. اراد ان يطبق هذه القاعدة على طالبة عنده في المدرج، كانت ترتدي زيا اسلاميا تغطي رأسها وتفضل اسمها. استدعاها بعض المحاضرة وسألها هذا السؤال: ما هذا الزي الشاذ الذي تلبسينه؟ ما هذه الثياب الشاذة؟ وهذه الكلمة نادت بها قبل الاستاذ الجاهل، نادت فيها امينة السعيد التي لا امانة عندها ولا سعادة في اتباع كلامها. وقالت الفتاة الطالبة: ليس هذا الزي شاذا، انما الشاذ هو العري والتبرج، ان هذا الزي هو الاصل، لان الله امر به في كتابه العزيز اذ يقول: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. اما العري فانه خارج على قاعدة الله فيعتبر شاذا. فقال له الاستاذ المربي، قال لها الاستاذ المربي: ان كل ما تعارف عليه الناس فهو صحيح وحلال، وقد تعارف الناس في مجتمعاتنا على ان العري حسن، اذا فيكون حسنا ويكون اتباع هذه الازياء ضلالا وبهتانا. الاستاذ الجليل يريد ان يقول: اذا تعارف الناس على شرب الخمر فهي حلال بناء على قاعدته، اذا تعارف الناس
ادخل العقوبة الزنا فهو حلال. اذا استحسن الناس الاختلاط فهو حلال بناء على قاعدة الاستاذ رقم ومودل 74، كل ما اعتاده الناس وتعرف عليه الناس فهو حلال. اعتاد الناس الذهاب الى شارع الهرم فالذهاب اليه عبادة. اعتاد الناس الى مضاجعة الساقطات فمضاجعتهن عبادة وتهجد وقرب بناء على قاعدة الاستاذ. فهذا كلام يقال، فهذا كلام ينشر في الجرائد على لسان استاذ المربي. يا استاذ كم يوما صمت وعمرك يزيد على 60؟ قال 27 يوما طوال حياتي. فلماذا كانت 27 ولم تكمل شهر رمضان؟ اسمعوه يجيب على هذا السؤال اجابة ملؤها السخرية والتهكم بالله، التهكم بالله والسخرية باحكام الله. يقول صمت في رمضان طول حياتي 27 يوما، وذلك لان الله قدم لي بعض الخدمات فاردت ان اقدم له الشكر. وان الله جل جلاله يعمل في كثير عند سيادته قدم له بعض الخدمات فاراد ان يذكره. استاذ الجامعي يتهكم بالله، استاذ يقوم على تربية اولادنا، اهذا يؤمن على تربية ديننا؟ اراد ان يقدم الشكر للخدمات التي قدمها الله له فصام 27 يوما في احد الرمضانات. وفي اليوم 27 جاءه قرار بقتله فافطر. لماذا افطر؟ لان الله لم يوفي به الجميع. قالوا له ان هذا امتحان من الله، وكان عليك ان تتقبل امتحان الله بالصبر. فقال سيادته ساخرا، لقد امتحنني الله ورسبت في الامتحان ولست مستعدا بعد ذلك لامتحان اخر والرسوب مرة اخرى. افطر الاستاذ، افطر في اليوم 27 من رمضان لان الله اختبره فاراد ان لا ينجح في الامتحان. قالها لسخرية، يا استاذ انت ممن يقول الله فيهم ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران المبين. يا استاذ لو كان هذا الكلام من حمال في باب الحديد لكان الخط هينا، ولكن هذا الكلام يصدر من استاذ يشرف على تربية جيلنا. وبعد ذلك نلقي اللوم على الشباب ونقول ان الشباب قد انحرف. ماذا يفعل الشباب؟ ماذا يفعل الشباب اذا كان الاستاذ هكذا؟ اذا كان رب البيت بالدف عازفا فسيمة اهل البيت كلهم الرقص، ماذا يفعل الشباب؟ يا استاذ انك مريض، تعالج نفسك وانصحك بان تعالج عقلك اولا، ابدأ بعلاج عقلك. لماذا لا تصلي؟ قال لانه ليس هناك داع الى الصلاة. لماذا؟ لانني امنت بان الله موجود فلا داعي الى الصلاة والشكليات.
وهل إيمانك بوجود الله يجعلك تكذب أوامر الله وتترك ما أمر الله به؟ إن الكفار كانوا يؤمنون بوجود الله كما تقولون. قال تعالى في شأن الكفار: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ويقول تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. فيقولون لله: قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. فيقولون لله: قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. فيقولون لله: قل فأنا تسحرون. هذا كلام القرآن على لسان الكفار. آمنوا بأن الله موجود. فإيمانك كإيمانهم. واسمح لي أن أقول لك: إن لم تتب إلى الله فسوف تحشر في زمرته يوم القيامة. آمنوا بأن الله موجود ولكنهم كفار أوامر الله. لماذا لا تصلي يا أستاذ؟ لأنك آمنت بأن الله موجود. إن إبليس عدو الله كان يؤمن بأن الله واحد لا شريك له، وطلب من رحمة الله لأنه كفر أمرا واحدا أمره الله به: وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إن هذه الدعوة التي تدعيها يا أستاذ الجامعة دعوة إبليسية. إيمانك كإيمان إبليس، لأنك أنكرت الصلاة وأنكرت الصيام وأنكرت الزكاة وقلت إن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. وما يدريك أنك لم تشرك بالله. إن الشرك ليس قاصرا على عبادة الصنم، إن هناك شركا يسمى شرك الهوى. لقد أشركت هواك بالله رب العالمين. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. على علم أستاذ في الجامعة اتخذ إلهه هواه وهدى الله وهو على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. اذا لا دخل لك بقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به، لانك اشركت عندما قلت كل ما اعتاده الناس فهو صحيح وحلال. اشركت مع الله تشريع الهوى، وهوى النفس قد اعيا الطبيب المداوية. اذا قلت تقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن الذي اطلعك على العلم الغيبي فعلمت انك ممن يشاء الله له؟ وهل يشاء الله المغفرة لمن جحد الصلاة؟ هل يشاء الله المغفرة لمن جحد الصيام؟ هل يشاء الله المغفرة لمن أصر على جحود الفرائض؟ لست من الموحدين أشركت بالله هواك، لست ممن يشاء الله لهم المغفرة ما دمت على ذلك، لأنك أصررت على جحود الفرائض. اسمح لي أن أقول لك إن إيمانك هذا كما يقول الخيام الشاعر عندما قال لرب العزة: ما معناه؟ لماذا تحرم الخمر والنساء يا رب؟ يا رب هل يرضيك هذا الظمأ والماء ينساب وما من زلال؟
الخيام الذي نادى بأعلى صوته وقال: اطلب القلب ببرد الشراب، فإنما الأيام مثل السحاب، وحيث لا طيف خيال فلو حظك منه قبل فوت الشباب وقبل أن يموت. قال لله: إن لم أكن أخلصت في طاعتك فإنني أطمع في رحمتك، وإنما يسعني أنني قد عشت لا أشرك في وحدتك. يا أستاذ، يا أستاذ الجامعة، لو أن جريدة صوت الجامعة صرحت باسمك لذكرت اسمك، مصداقا لقول الحبيب المصطفى: وكن الفاجر بما فيه كي يحضره الناس. مما يدعو للأسى والأسف أن كليات الجامعة فيها أساتذة النصارى لا يدينون بدين الإسلام. ما سمعنا أستاذا نصرانيا تهكم على صلاته في الكنيسة، ما سمعنا أستاذا نصرانيا تهكم على صيام النصارى، ما سمعنا أستاذا نصرانيا سخر من الكنيسة. أما الذين يتسمون بأسماء المسلمين وهم حرب على الإسلام، حرب على الله، حرب على رسول الله، هم الذين يهاجمون الإسلام ويصغر ويجاهر بالمعصية ويقول: أنا لا أصلي، أنا لا أصوم، لكني مؤمن، لكني مؤمن. تناقض، تناقض عجيب. مؤمن بمن؟ مؤمن بالله. فلماذا انكرت كلام الله وجحدت الصلاة؟ يقول ان النبي يقول ان الله لا يضركم ولكن ينظر الى قلوبكم. اقول لك ان قلبك ما دام جاحدا للصلاة والصيام والحج فان الله نظر الى قلبك وهو عليك غضبان، لانه قلب لم يمتلئ بمعرفة الله ولا بطاعة الله. يا استاذ الجامعة، سأختم محاكمتك ببيان هذا الحكم. ما حكم تارك الصلاة؟ ما حكم تارك الصلاة امثال سيادة الاستاذ المربي؟ النبي يقول: مروا اولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضيجع. والاستاذ يقول: لا تسمعوا كلام محمد، لا تأمروا اولادكم بالصلاة ولا تضربوهم عليها لعشر ما داموا مؤمنين بوجود الله. اسمع يا استاذ حكم تارك الصلاة، وانا اذكره في محكمتك يا رسول الله. اجمع علماء المسلمين قاطبة على ان من ترك الصلاة او الصيام او الحج او الزكاة جاحدا لها منكرا لها فهو كافر بالله. اذا مات لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، واذا مررنا به لا نلقي عليه السلام. تارك الصلاة جحودا وانكارا، كافر مرتد. الرسول ينادي ويقول: اول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، اذا صلحت صلح سائر عمله، واذا فسدت فسد سائر عمله. الرسول ينادي ويقول: قواعد الدين وعرى الاسلام ثلاثة عليهن اسس الاسلام: شهادة ان لا اله الا الله،
والصلاة المكتوبة وصيام رمضان. وقال الامام ابن حزم: من افطر رمضان عامدا كان عند الله اشد من الزاني وشارب الخمر. يا استاذ الجامعة اجمع علماء المسلمين على ان تارك الصلاة جاحدا لها كافر مرتد، اما اذا تركها كسلا وهو يعتقد انها فرض فقد قال عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وابو هريرة: من ترك فريضة من الصلاة عمدا، فريضة واحدة عمدا حتى خرج وقتها، فهو كافر بالله مرتد. فريضة عمدا حتى خرج وقتها كافر بالله مرتد. وانت يا استاذ قد بت على 60 سنة ما سجدت لله الا شهرا واحدا طول حياتك، فهؤلاء هم القدوة. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اسمع يا استاذ هذا الحديث جيدا، يقول: بين الرجل وبين الكفر فرق الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة فقد دخل في حظيرة المشركين الكافرين. فإذا كنت تدعي أنك مؤمن بوجود الله فقد كفرت بالله لأنك تركت الصلاة عامدا متعمدا. يقول الحبيب المصطفى: تارك الصلاة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. فرعون الذي شغله ملكه، هامان الذي شغلته وزارته، قارون الذي شغله ماله، أبي بن خلف الذي شغلته تجارته. فهنيئا لك يا استاذ بمعاشرة اقطاب جهنم، هنيئا لك، اهنئك على هذا الرسوب، اهنئك على انك رصدت بتقدير باب دين ضعيف جدا لم ترضى الرسوب في امتحان الله، ولكنك رصدت رسوبا مزريا ومخزيا. ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة مفتاح الجنة، فمن فقد المفتاح يا اخ الاسلام فكيف يدخل الجنة؟ يصفني يا استاذ، يصفني ان اقول لك اذا كانت الجامعة تحوي امثالك فيا موت زر ان الحياة مريرة، ويا نفس جدي ان دهرتي هازل. لست امينا على تربية ديننا، ولست امينا على تربية اولادنا. لماذا اذا تكلم مثل هذا الاستاذ يقابل كلامه بالاعجاب والرضا، وفي وسط الطلبة اخطر الالفاظ يقال هذا الكلام؟ اقول اهل الحق كلمتهم لا يسلمون، الى الله اشكو حاجتي. لا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير خطائين التوابون. الضال للمضل تعاقبه محكمة محمد بالمادتين رقم 6 و7 من سورة لقمان.
قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، اولئك لهم عذاب مهين. واذا تتلى عليه اياتنا ولى مستكبرا كان لم يسمعها، كان في اذنيه وقرا، فبشره بعذاب اليم. شيء عجيب، شيء عجيب. انني اشهدكم امام الله على ما اقول، لقد دعوت الى الله 20 سنة وانا اصعد المنابر ما سمعت مثل هذا الكلام. قرأت قاموس الشيوعيين وقرأت قاموس المستشرقين والمستغربين والصهيونيين والصليبيين، ما رأيت حملة منظمة ضد الاسلام كهذه الحملة. منذ 3 سنوات طالعنا احد اصحاب الاقلام قائلا في محاضرة القاها في الجامعة الامريكية، وصاحب هذا القلم يعمل في جريدة الاعرام، طالعنا قائلا ان موسى نبي الله كان ابن زنا، زنا فرعون بامه. وقدمنا هذا الكاتب في هذه المحاكمة، وبعد ذلك طالعنا استاذ اخر بعد ان عبرنا القناة قال: ما معناه؟ اننا عبرنا القناة بحولنا وقوتنا لا بحول الله وقوته. وكان استاذا في الجامعة، وكان استاذا في الجامعة، وحاكمناه في هذه المحكمة على جلستين. عندما عبرنا القلاع كنا نهتف قائلين: الله اكبر، لا اله الا الله. ولكن بعدما انتصرنا ننكر جميل الله، نجحد جميل الله. يا ابن ادم، يا ابن ادم، اسمع الى قول مولانا: لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. يا ايها الناس، يا ايها الناس، انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام، حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا، 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 ليلا او نهارا اتاها امرنا، امرنا نحن المولى يتكلم بلسان العظمة، اتاها امرنا، امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس. كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون. وبعد هذا الاستاذ طالعنا استاذ ثالث يقول: اشنقوا هذا المؤذن. وبعد هذا الاستاذ طالعنا استاذ الرابع يقول: ان المرأة غير العاملة نشاز وبريدة. وحكمناه ايضا. وبعد ذلك طالعنا صاحب قلم اخر فقال: ان اذان الفجر يشبه عويل صفارات الانذار. وقدمناه للمحاكمة في هذا المسجد. وجاء بعد ذلك ذلك العدو اللدود لله يقول: انا لا اصلي، لا اصوم، لكني مؤمن، لكني مؤمن.
اي ايمان هذا؟ ما هذا الايمان يا استاذ؟ انك ذكرتني برجل جاء الى الامام ابن الجوزي رضي الله عنه وقال له: يا امام، لقد زنيت بامرأة وحملت من الزنا. فقال له الامام: يا هذا، لماذا جعلت العقوبة عقوبتين؟ لماذا لما زنيت وخالفت رؤوه لم تعزل ماءك عنها حتى لا تحمل؟ فقال له السائل: بلغني ان العزل مكروه شرعا. فقال له الامام: بلغك ان العزل مكروه، وما بلغك ان الزنا حرام. هذا شيء عجيب. دنيا المتناقضات، دنيا العجائب، دنيا يعربد فيها الباطل في عرصات الدنيا، ولن يرتفع صوت الباطل الا اذا غفل اهل الحق. اعلموها علم اليقين، لن يرتفع صوت الباطل الا اذا غفل اهل الحق. هل اصبحت جامعاتنا مليئة بالاحراش والاسواك التي اوت اليها العقارب والحيات؟ اذا سلم السائر من نهشة الثعبان لا يسلم من لدغة العقرب. هل اصبحت جامعاتنا مأوى للملاحدة والمشككين؟ هل اصبحت جامعاتنا مأوى للذين عسست الزندقة في عقولهم فضاضة الكفر وفرقة الالحاد؟ يا استاذ، اذا كنت تقول ان الله ينظر الى صوركم، لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم، فان النبي يرد عليك بهذا الحديث: ليس الايمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وان قوما غرتهم الاماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا: نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا، لو احسنوا الظن لا احسنوا العمل. اين عملك يا استاذ؟ سأعلمك من هذا المكان ما هو الايمان. الايمان تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالاركان. حقيقة لا تتجزأ، لا تقبل المساومة ولا انصاف الحلول. فاذا امنت بوجود الله وانكرت الصلاة والصيام والحج فقد كفرت بالله، وانت ممن يقول الله فيهم: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. يؤمن بالله وهو في نفس الوقت مشرك بالله. هل هذا الكلام يبني ام يهدم؟ هل الذي يقول هذا الكلام حريص على مصلحة الشباب والامة، ام انه يساعد الشيوعية والصهيونية على نشر المبادئ في هذا البلد؟ هل الذي يقول هذا الكلام نافع امين لمصر؟ هل الذي يقول لا تصلوا ولا تصوموا مواطن صالح؟ انني ارفع صوتي الى القائمين في الازهر الشريف، اريد منهم ان يكونوا لجنة لمناقشة هذا الاستاذ والرد عليه، فانهم يملكون الرد في الصحف الرسمية، اما انا فلا املك ذلك. يملكون ان يردوا عليه على صفحات الجرائد لانهم رسميون، اما انا فغير رسمي، لذلك ارد في مدرسة محمد وفي محكمة محمد. عليهم ان يردوا
لقد نكر الداء، لقد نكر هذا الاستاذ داء. فعلى القائمين على الاسلام ان ينشروا الداء، واقول لهم ان الساكت على الحق شيطان اخر. ان الحفاظ على السيارات الفاخرة والفلل الانيقة لا ينجي من عقاب الله. اذا كان لي عند الله دعوة مستجابة فاسأل الله ان يباعد بيني وبين مناصب الدنيا. احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. كل ما اريده من الله ان احيا في المسجد وان اموت في المسجد، وان احشر معكم يوم القيامة في هذا المسجد. انشروا يا رجال الازهر، ردوا يا رجال الازهر، ردوا على مثل هذه السموم، ردوا ولا تخسروا الا الله. فلا يملك الروح والرزق الا الله، الروح والرزق لا يملكهما الا الله. قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. هل نحن انتهينا من قضية اسرائيل؟ اسرائيل التي دمرت بالامس مخيمات اللاجئين البؤساء، كانت الفنتم تقذف صواريخها وتضرب بمدافعها الرشاشة تضرب النساء والاطفال، الاطفال والنساء الابرياء. هل نحن نفضنا ايدينا من قضية اسرائيل حتى يعلنها استاذ الجامعة لا داعي للصلاة ولا للصيام؟ ان اسرائيل قبل العاشر من رمضان كانت كالذئب الجريء المعربد، وهي بعد العاشر من رمضان كالذئب الجريح المتربص. اذا فشلت اسرائيل في معركة عسكرية فان اليهود كما علمنا عنهم قوم اهل خبث ودهاء. اذا تأملتم استقالة مستشار المانيا الغربية بالبرنس، وكيف طرد من المانيا الى النرويج، كيف غادر المانيا على جناح السرعة الى النرويج، اذا تحققتم لوجدتم ان الذي وراء استقالته هي الصهيونية. جعلته جاسوسا حتى طردته من البلاد لانها رأت انه يتقرب الى العرب كثيرا. واذا تأملتم في فضيعة ووترجيت التي ستقضي على نيكسون في القريب العاجل فلسوف تعلمون ان وراءها مجلس الشيوخ الامريكي ومجلس النواب الامريكي ومجموعهما يسمى الكونجرس، وراءها النواب الصهيونيون. هل نحن نصبنا ايدينا من الاعيب السلاح؟ هل نحن نصبنا ايدينا من الاعيب اليهود؟ هل نحن استقررنا حتى ننادي لانه لا داعي للصلاة والصيام لانها امور شكلية؟ الصلاة، الصلاة كهف المؤمن. ان النبي كان اذا اراد ان يصلي قال ارحنا بها يا بلال. الصلاة التي تشفي المرضى وتطمئن القلوب، بدلا من ان ينادي الاستاذ باقتراح لحل مشكلة الاسكان بعد قريته الفجة ينادي بترك الصلاة. ان الانسان اذا شعر بالالم لا يجد الراحة الا اذا وقف بين يدي الله. اذا كان الناس يعانون من غلاء الاسعار حتى بات مسح الحذاء خطبا بصامة
وغدا القوت في يد الناس كلا قوت حتى لا الفقير الصيام. اذا كان الناس يعانون من الغلاء فان في الصلاة راحة، اتريد ان تحرمهم حتى من هذه الراحة يا استاذ الجامعة؟ ان عروة ابن الزبير رضي الله عنه اصيب بسرطان في ساقه، وقالت له الاطباء لا علاج الا قصر الساق من الفخذ. ودخل غرفة العمليات الجراحية فقالوا له يا عروة فعاك مخدرا حتى لا تشعر بألم القاطعة. فقال الله والله لا فعاك شيئا يغيب عقلي عن ذكر الله. قالوا له فماذا عساك ان نفعل؟ انها عملية جراحية خطيرة فيها قطر عضو، فكيف يجري الاطباء هذه العملية بدون ان يكون هناك بل؟ قال لهم عروة اذا دخلت الصلاة وجلست لقراءة التشهد فاخلعوا ساقي فانني ساعتها لم اشعر باحد الا بالله رب العالمين. اسمع يا استاذ الجامعة، انا لا اصلي ولا اصوم ولكني مؤمن. انا لا اصلي ولا اصوم، يا ليتك قلت انا من ضيع في الاوهام عمره. 60 عاما قضيتها في الضلال يا استاذ. ان العبد اذا شاب رأسه قال الله له عبدي شاب رأسك وانحنى ظهرك وضعف بصرك فاستحي مني فاني استحي منك. استحي من الله يا شايخ. اذا جلست لقراءة التشهد في الصلاة فاقطع ساقي فانني ساعتها لن اشعر باحد الا بالله. ودخل الصلاة، وكانت الصلاة غرفة عمليات نقية لا تحتاج الى تعقيم ومد ساقه، ففصلت ساقه وهو قراءة التشهد. وبعد ذلك حمل الى بيته وجلس والناس حوله، وكان له ولدان نادى على اكبرهما فلم يرد عليه، فقال لاصحابه ابحثوا عنه. فخرج اصحابه فوجد الولد قد وقع من فوق السطح فمات. فماذا يفعلون؟ الجرح لم يلتئم والولد الاكبر قد مات. لو كان عروة بن الزبير مكان هذا الاستاذ الذي قال لقد افطرت 27 من رمضان لان الله ادخلني في امتحان فرجاك، ماذا قال عروة يا استاذ الجامعة عندما قالوا له عظم الله اجرك في ولدك؟ توجه الاستاذ الى ربه، لقد وهبت لي ساقين اخذت احداهما وابقيت الاخرى فلك الحمد على ما اخذت ولك الشكر على ما ابقيت. ثم نظر الى ساقه بعدما فصلت وقال الحمد لله انني ما مشيت بك الى مكان يغضب الله، ووهبت لي ولدين اخذت احدهما وابقيت الاخر فلك الحمد على ما اخذت ولك الشكر على ما ابقيت. انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه راجعون.
هكذا يقول الإيمان يا أستاذ جامعة القاهرة لم يفطر رمضان عامدا متعمدا لأنه فصل من وظيفته، لقد قطع الساق ومات ابنه الأكبر وأثنى على الله بما هو أحيا. هذا هو الفرق بين ما كانوا عليه وما صرنا إليه. انني احذر وانبه واضع الاشارات الحمراء على الطريق، اقول للمسؤولين في مصر ان في الجامعة خطورة، ان في الجامعة دعوة الى الانحلال، الى الالحاد، الى ترك الصلاة، الى الاستهزاء باوامر الله. يا رسول الله اوجه محكمتك واسأل الله ان ينصر دينك. يا سيدي انا نسير بقفرة زاد الهجير بها وقل الماء. يا سيدي كل النجاة شفيعنا، يا خير من شهدت له السفعاء. يا رب اسألك وانا الان واقف بين يديك وانت في عليائك وكبريائك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم حول حالنا الى احسن الاحوال. اللهم انك تعلم ان الاسلام في محنة تنصرنا. اللهم انصرنا. اللهم انصرنا. اللهم ارفع راية محمد على كل بلد. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين. اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائك. ايها الاخوة الاعزاء، وكروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. وفق الله ولاة امور المسلمين لرفع راية الاسلام. ان الله امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وانهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاه.